السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بالخير والصحة، رمضانكم والصحة فطوركم. خوتي، معكم أخوكم الياس من ولاية بازا، حاوي تربية الطيور والأسماك والتفريخ في الولاية. خوتي، اليوم راح نتكلموا على 15 خطأ يرتكبه المربيين وخاصة المبتدئين في فترة حضن البيض. لما نطول عليكم خوتي، راح نناقشوا الخطوات هذه نقطة بنقطة، ونسيو كيف نناقشوهم في مدة زمنية قصيرة. تابعوا معنا خوتي الفيديو للتالي، ما تنساوش دعمنا ودعم القناة تاعنا بالاشتراك لأنها قناة جديدة خوتي، إن شاء الله راح يلحقكم إن شاء الله كل ما هو جديد بإذن الله. إذا خوتي، راح إن شاء الله نطلو هنا في العش خاوتي، راهم بالبيض تاعهم خاوتي كيما راكم تشاهدوا هنا في الصورة. بسم الله ما شاء الله. إذا خاوتي، عندنا النقطة الأولى خاوتي هي عدم تحريك القفص من مكانه نهائيا، هذه نقطة أساسية خاوتي، عدم تحريك القفص، لأن إذا حركنا القفص من مكانه راح نقع في مشاكل وراح تنكر الأنثى البيض. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية خوتي هي تغيير العش ووضعه. تغيير العش يعني في فترة الولادة، يعني الأنثى عندما تلد البيوض لا ما نزيدوش نخليوها تعاود تولد في العش نفسه. فإذا شفنا باللي الفراخ مازال ما انفطمتش، فعلينا بوضع عش ثاني، يعني نديرو لها دوزيام عش قدام العش الأولاني، وهكذا نديرو خيوط الأعشاش اللي يديرو بها العش، يعني نوضعو يعني الخيوط وعش ثاني جديد باش هكذايا تقدر هي تولد في العش الثاني وتقدر تكمل يعني توكل ولادها حتى للفيطام. هكذا خوتي. النقطة الثالثة خوتي هي عند اقترابك للقفص، يعني عند اقترابك للقفص يجب عليك توخي الحذر حتى لا تخلع الأنثى وتنكر العش. يعني النقطة الثالثة هي عندما تقترب من العش يجب عليك أن تقترب بحذر. النقطة الرابعة خوتي هي يجب عليك تفحص البيض من اليوم الرابع فما فوق، يعني ما تقلبش البيض تاعك في اليوم الثاني واليوم الثالث، لأنك راح تزعج الأنثى والذكر، وهكذايا احتمال يعني الأنثى في نكر البيض. النقطة الخامسة خوتين، إذا تفحصت البيض ووجدت مثلا 3 بيضات ملقحة والرابعة غير ملقحة، فلا ترمي البيضة الرابعة، يعني ما ترميهاش حتى يفقس كل البيض وتخرج الفراخ، فتترك البيضة الرابعة لكي يعني يتكاو عليها الفراخ هذوك باش يقدروا ياكلوا، يعني حط خلي البيضة الرابعة هذيك في وسطهم باش يقدروا يتكاو عليها ويقدروا يعني الأنثى ما تلقاش يعني صعوبات في إطعام الفراخ. النقطة السادسة خوتي وهي عند إطفاء الإنارة ليلا، عندما تطفئ الإنارة ليلا يجب عليك دائما يعني تقليل الإنارة يعني تدريجيا، يعني ما تطفيش قاع ضربة واحدة، خاش كاين وين يكونوا لي في ميل دي فوا برا، تكون لا في ميل برا وطفي لها الضو راحت يعني تبات برا والبيض هذاك راح يبرد. لازم لك تركز جيدا إذا كانت الأنثى في العش فأطفئ الإنارة، وإذا كانت خارج العش فعليك بتقليل الإنارة وترك مصباح بعيد، يعني تخلي مصباح شاعل
بعيدة شوية يعني، وهي عاد ذيك راح تشوف الضوء، راح تتبع الضوء هذاك وراح تدخل العش تاعها. النقطة السابعة خاوتي، إذا فقست الفراخ في اليوم الأول، يعني كي تفقس الفراخ اليوم الأول فإنها لا تطعم فراخها إلا بعد 4 ساعات، يعني حتى 4 سوايع الفرخ هذاك يرفد راسه ويحوس ياكل، وهكذاك الأنثى راح توكله كمية قليلة جدا. فأخي المربي إلاش تا يعني ما توكلش بزاف في اليوم الأول من الفقس وكاع، فهذا شيء عادي. النقطة الثامنة خاوتي، اللي يعني معظم الناس تغفل عليها، إذا رأيت الأنثى لا تطعم فراخها فانزع الذكر وضعه في قفص آخر، يعني إلاش تا ما توكلش، يعني تبقى حاضنة معظم الوقت، فنحي لها الذكر هذاك حتى تخرج هي للأكل وتطعم الفراخ. النقطة التاسعة خوتي، إذا كبرت الفراخ ولم تفطم بعد، عفوا، إذا كبرت الفراخ ولم تفطم، فعليك بوضع يعني العش الثاني في القفص. النقطة العاشرة خوتي، إذا كان الذكر له أظافر طويلة فعليك بقصها، يعني إذا كان الذكر فيه عنده ظفرتيه طويل بزاف راح يدير مشكل كبير في التلقيح، وراح يعني يجرح الأنثى، فعليك بقص الأظافر. وعند قص الأظافر هناك فيديوهات على اليوتيوب، وإحنا إن شاء الله راح نديرو فيديو، يعني تقص غير الفوق قاع، يعني ما تلحقش للنص، لأنه كاين هناك واحد يعني عرق إلى توشيتو راح يسيل الدم وراح تولي في انفيكسيون. بلاتيك الحذر ثم الحذر من القص. هكذا خوتي، بلاتيك النقطة رقم 11. النقطة رقم 11 خوتي نقطة مهمة جدا، وهي تقديم البيض المسلوق قبل الولادة، يعني قبل ما تولد لك الأنثى البيض راح تقدم لها أنت البيض، وتقدم بكميات معتبرة جدا، يعني ما تفوتش 4 حبة في اليوم حتى اكتمال الأنثى لوضع البيضة الأخيرة، وتتركها تحضن. وعند اقتراب يوم الفقس، يعني عند قرابة يوم الفقس، يوم فقس البيض بيوم واحد، يعني هي تحضن 14 يوم، يعني في اليوم 13 راح تقدم لها نتايا البيض. هكذا هي باش هي تقدر تربي واحد يعني اللبا في فمها باش تقدر توكل الفراخ تاعها. النقطة رقم 12، يعني لا تقدم السلطة يوميا لأنها تسبب الإسهال، يعني شلاضة شلاضة ما تقدمهاش دايما خويا، قدمها خطرة أو زوج خطرات في الأسبوع في فترة فقس الفراخ، لأنها قد تصيبهم بالإسهال. النقطة رقم 13 خوتي، وهي النظافة، يعني عند النظافة عند الطيور إجبارية خوتي، لأنها أكبر مشكل في تدهور صحة طيورنا، فلهذا يجب عليك دائما غسل القفص وغسل يعني المجثم وغسل يعني كل لوازم. النقطة رقم 14 خوتي، تغيير الماء مرة في اليوم على الأقل أو مرة في اليومين، لأن بعض الطيور تستحم من المشربية، وهذا قد يتسبب في تعفن الماء وتصيب الطيور بأمراض. النقطة رقم 15 خوتي، هي إبعاد طيورنا عن الغازات المتسببة من يعني معظم الناس راهي تربي الطيور يعني من جهة المطبخ أو غازات ثاني أكسيد الكربون اللي تسببها الفرن وما إلى غير ذلك. فخوتي هذه النقطة هامة جدا، وهي تقتل الفراخ بشكل كبير، معظم الناس لا تنتبه لهذه النقطة. فالرجاء خوتي يعني فتح نافذة صغيرة
في المكان اللي توضع فيه طيورك حتى يكون الأكسجين طبيعي، وحتى تخرج هذه الغازات ويصبح الهواء نقي. إذا خاوتي بلا ما نطول عليكم، هذه 15 نقطة مهمة للمبتدئين خاوتي. ما تنساوش دعم القناة تاعنا خاوتي، إن شاء الله يكونوا فيديوهات جدد إن شاء الله. تابعونا خاوتي في الصفحة، وراح إن شاء الله نمدوا كل ما هو جميل بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.